الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في وحدة تدريبية جديدة. في البداية حابب أشكر كل واحد بيدعمنا، شكرا. الوحدة التدريبية بتاعتنا النهاردة بتعتمد على السرعة زي ما بنشوف كده. يلا بخش كويس جانبي يمين زي ما كويس شايفين، وبعكس أسرع جانبي شمال، وباخد عايش سبرنت لحد يلا الآخر. أسرع اللي بعده اللي بعده كويس يلا عشان تجيبوا يا عمرو انت كمان أسرع اطلع يا عمرو يلا يلا بده بسرعة بسرعة كويس عايش أسرع اللي بعده كويس يا رجالة كويس بعد كده يلا تاني تمرين في الوحدة كويس التدريبية بتاعتنا هيكون أسرع عبارة عن كويس إنك تجري سبرنت تلمس الأم الأول وترجع تاني تلمس الأم الأخير وترجع تلمس آخر أم، وتبقى كده خلصت التمرين التاني في الوحدة التدريبية بتاعتنا. خلصت المس أسرع كويس بسرعة عايش يا عبد الله ما شاء الله يلا عايش يا رجال عايش كويس اسرع اسرع كويس في اسرع كويس كويس المس ماشي اسرع المس كويس المس الاخير يا حيوان اسرع المس كويس بسرعة. تالت تمرين في الوحدة التدريبية بتاعتنا زي ما هنشوف كده لا بالظبط، اجري اعمل سبرنت اعمل بالهيد وارجع اعمل بالهيد واخد بسرعة سبرنت كويس للاخر يلا زي ما نشوف كده. اهم حاجة السرعة في التمرين بتاعنا. عايش اسرع يلا حاجة عاش يا رجالة والله مش عاش يا بودة يلا بسرعة بسرعة اسرع انت عايشين من انت عايشين من زمان كويس ماشي يا بودة اسرع. رابع تمرين في الوحدة التدريبية وآخر تمرين في الوحدة التدريبية بتاعتنا النهاردة هيكون عبارة عن أسرع تجري سبرنت تنزل بط واحد بسرعة بسرعة تقوم، كويس وتجري تنزل ضغط قول يلا واحد بسرعة بسرعة وتقوم سبرنت عايش الله للآخر ينور زي ما يلا هنشوف كده بالظبط. كويس يلا بسرعة قوم يلا بسرعة بسرعة قوم بسرعة بسرعة عايش يا رجالة ماشي بسرعة يلا كويس عايش يا رجالة قوم يلا بسرعة قوم بسرعة 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 عايش يا اطلع بعدك كويس عبد الله بسرعة بسرعة وحسن الختام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.